تبارك الله. او سمير وعمر كون على بالا سمير. تبارك الله كاين السلعه خويا الهمين زينين تبارك الله. تبارك الله على خويا مصطفى الله يبارك الله يسهل ويجيب تيسير. الله الصور هرب اخويا هرب. شوف كاين الولد سلام شي اللي كنا خايفين منه هو اللي وقع دابا. الناس هما تزاحموا هنايا مساكن اليوم. طلبوا من الله السلامة الله يشدوه ان شاء الله. شابك اليوم القباح الزحام. واش لا نشاط كاين العوينه؟ ملوكي يا خو ملوكي. ما عندوش عنده شي وريقات ولا ما عندوش؟ ياك شحال عنده تقريبا؟ خمسطاشر شهر. اسمح لينا العميم الله يحفظك. عنده 15 شهر تبارك الله قدام الارض. عام وثلاث شهور. جدع زين الله يسهلها. الحرارة كاينة والنقش راه كاين. الحرارة كاينة والنقش راه كاين. يقول لك كيف يقول لك كيف يقول لك كيف يقول لك كيف يا الله يسهل على الجيم. اوه جاتك واقف من السوق. اب شويه اخويا اب شويه زيد شويه قدام اليوم تبارك الله راه كاين الفوز. نشوفوا الاثمنه ان شاء الله. اجدع باقي كيلعب. يلا ندخلوا نشوفوا الاثمنه ونطلبوا من الله التيسير للجميع. عاودوا ولدوا هذا شوفوا واش عطاهم. واش عطاوك اخويا بالوما هنا؟ 100000 اخويا. 5000 درهم. كاين شي وريقات ولا ما كاينش؟ قادر يكونوا فيهم. والله ما نبدلوا خالي نبدل. انت تبارك الله جدع زين. صابو جرين. انت شحال قلتي لهم اخويا؟ انا اللي نفوتوا ال 100. يا قوانا بكري شحال تكون عنده تقريبا؟ اسكا السي خالد 8 شهور السي عمر والله الا المليح من ولد يوسف. سير الله يسهل عليك اخويا. تبارك الله على اخويا حمزه. كنت شاري فيه ولكن غلى عليا هربت عليا. وانت دابا كتبيع فيه ولا كنتي شاري فيه؟ ما فهمتش كيفاش. وكنت شاري مع صاحبي قال لي راه جا هذاك خالد الله يربحك. سير حيد سير. وشحال؟ سير بريان. سير تبارك الله بدريس وسي عبد الواحد كيشيروا في هذا العود وجزع. نطلبوا من الله التيسير. اسمح لنا اخويا الله يسهل عليك الله يسهل ويجيب تيسير. تبارك الله على بدريس سي عبد الواحد تحياتي الله يسهل ويجيب تيسير. هاد الخير شحال سامعين دابا اخويا؟ وتحيه الناس ديال السراغبه هما اليوم واحد واحد من الكبير حتى الصغير وتحيه الحاج عزيز الله يسخر. تبارك الله. دابا شحال واصلين دابا؟ شحال واصلين دابا؟ مليون و60. دابا عاطينو مليون و60 13000 درهم. هو قال لهم 30000 درهم. نطلبوا من الله التيسير للجميع. شي زين تبارك الله.
بدريس هذا ولد ولا؟ تبارك الله على سي عبد المطلب. حيد حيد من تما، حيد من تما. الله يحفظك خويا عبد المطلب، الله يسهل. سير سير سير. الله يحفظك. سير خلاص، سير سير. عندك خويا العود، عندك. صباح الخير يا جيل. تبارك الله. تبارك الله. با خالد هادشي مليح تبارك الله خويا. هادشي زين تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. كما الشوي الله دخل طلبوا من الله التيسير الجميل. وما يبيع هو حتى يتشهر. واش عطاوك ابويا؟ عطاوني غير 2 ساعات فقط. ها هو اللي عطاوك؟ عطاوني 2 ساعات يعزي وخرجوا. الله يجعل البركه سيدي. انت شحال كتقول؟ نطلقوا فيها 34000. تتا طال تتا مغلي السوق او ما مغليش هو بدا يبيع سعات من عيناتي. واه مغلي السوق تتا هو مغلي كاع السوق. عوده مليحه عوده غليظ هو اني النقصان كاين. ايوا النقصان الماكله شفنا خاويه اش غندير ليها. واه صوب صوب شويه مع الكليان وقضي الغرض. لا 34 ديال البيع وكاش 34000 دخلنا عليك بالله. والله ما كاينش 34000 عاد 30000. ايوا حيد سير الله يسهل عليك. بارك الله جدا دخل ايه با خالد. تحياتي خويا. هادشي مالك تبارك الله. ما عرفتش شحال اخويا واصل. اه كاين مليح تبارك الله. يلاه دخلنا اخويا. باقي ما عطاوكش ابويا؟ محمود اخويا. واسكي مورا عزيز عليك المليح ابويا. واش قلت الله يربح؟ الله يربحك ب 12. ما نبقاش شوك. باش تبقى فيها المليح. ما ادري واش تربي. لا المليح تكمش. هو قال لي 12 تبارك الله. يلا المليح بلاك. لا كاين ما يدار، كاين ما يدار. لا خلي ترجع غنمشي. وعمر. واخويا. واخويا راه ديالو هذا، هو قال لك 12. قال لك 12 بيت لك انا بدرهم 12. يلا لا مازال 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 تصاوب معاه الله يسهل ويجيب تيسير. مازال نزيد عمر. واد مازال تزيد الفلوس، هو مازال غينقص لك. الله يسخر اسي. كيلو على حسابي انا نحيدو لك. عارف لك انا داس عمر. ها؟ الله يسخر اسي. مليحه توكل على الله. قال لي 11. كلشي على الله. ايوا نطلبوا من الله التيسير. هذاك الشيء اللي كاين ابويا. كلشي على ربي. هو المليح راه كاين. با خالد. تبارك الله على با خالد. هادشي راه مليح اخويا هادشي. هادشي راه مليح تبارك الله. مليح مليح. طلبوا من الله التيسير. خويا عطاه السه هو قال لهم 12. تبارك الله كما كتشوفوا كاين ما يدار. عطاه السه تبارك الله. ملوكية تبارك الله. خالد. وخالد. خويا كاين الركوب هنا الشروط شروط كاين الركوب ياك اخويا الله يسخر. او سمعت كيما كيقول لك كاين شروط وريقات ما كاينينش وهنا عاود تبارك الله. تبارك الله العاودي كاين داخل هادشي مليح. اخويا اش داير السن؟ شحال تكون عنده تقريبا؟ هو عمره شي 7 سنين 7 سنين ونص. 7 سنين 7 سنين ونص تبارك الله مالك هادشي كاينه الجوده تبارك الله. تمن دابا شحال اللي تبت يا خويا؟ باقي على ربي الله يسهل عليك اخويا تبارك الله باقي على ربي. ايوا نطلب من الله التيسير. تبارك الله. شحال واصل دابا خويا؟ 88 تبارك الله. دابا واصل 8. اش داير في السنه خويا؟ رباعي مركوب. مخدوم مخدوم 88 تبارك الله. دابا قال لك مخدوم شي دعم ليه تبارك الله وعالي. انت شحال قلت لهم اخويا؟ تبارك الله على با محمد. شحال قلت لهم اخويا البيع ديالو؟ باقي ما قلنا والو. الله يسهل عليك اخويا. هو باقي ما كاينش شي مغربي شحال. ايوا طلبوا من الله التيسير الجميع.
نجينا الرحبه ديال التبن يلا عطينا واحد ما تبارك الله ابوديس شحال التبن من طحونه ابوديس السلام عليكم 1000 ريال مليح 1000 ريال ياك ابو اييه هادشي مليح هذا الدراري هذا التبن ما نضغط هذا هو اللي خديتي منه ابوديس اييه تبارك الله والتبن شحال كدير التبن بال مليح 900 اه اللي يعجبك فصة شحال ابو ادريس تقريبا؟ فصة 17 100 18 100 حتى 100 درهم. وهذاك الفراج اللي سولتي عليه شحال قال لك؟ 14 100. والله يجيب شي شبعة ديال الشتا. الدعم راه امو الدعم يا ربي الله يرحمك مولانا نصعو رضاك وعلى بابك واقفين. يا من يرحمنا سواك يا ارحم الراحمين. ايوا نطلبوا من الله. الكار هو غادي يجي راه كار. يا ربي يرحمنا. غادي يكون على الخير ان شاء الله ان شاء الله 50 درهم البالة وطلبوا من الله التيسير ابو ادريس كتوجد اخويا عندنا اخويا واحد الكوري كيدخل البر شويه كاين شي بهيمات غادي غتمشي تسقف اييه وشنو البرد وشنو النصيحه اللي تقول للكسابة ابو ادريس النصيحه اللي نقول للكسابة الدفا راه احسن من الماكله ياك ابو ادريس بما لا كانت طايحه عليها البرد وخا تكون واكله بحالك راه كتعطيها السم والبيمالة كانت دافيه كاع وجيعانه راه كتصبح لاباس وتشرب الماء وتشول ايوا نطلبوا من الله تعالى الله يرحمنا تحيه الناس دارك فين ما كانوا في المغرب تحيه لهم وتحيه للبوليس فين ما كانوا في المغرب وتحيه للبوليسي ديال السطات اللي وقفتيني تحيه لك من هاد الساعه وتحيه لخويا صاحبنا أيوب الزعري أيوب الزعري تحيه لك اخويا وتحيه الناس دارك الواحد واحد والله يدير خير والله يسهل على الجميع وعمكم دريس صديق انيس يحب الكبار والصغار بارك الله على ابا عبد الله ايوا ساعه مبروكه تبارك الله على ابا العربي تبارك الله تحيه لبا عروب احسن با عروب في العالم الله يسخرك